والله العظيم قلت لك ألف مرة أنا شاري. آه قلت يا أم حسن. أم حسن بتقول لك ورينا عرض أفك. أهو راجلها قال كلمته، وإحنا ما بنكسرش كلام رجالتنا أبدا. وأنت مش رابطة كلمة مع أمي؟ من أيام ما كانت عازمة عيلة بضفاير، وبعدين المرحوم حسن كان مبارك الكلام. ده أيام ما كنت سالك وعصرات المستعين وبتاكلها من على جبينك، إنما طول ما أنت كسر شمال تنفض حوار جوازك من أسمى ده خالص. وبعدين بقول لك يا غلوش، أصر أصر عشان أنا مش فاضي أصلا أتعارك معاك، ومش شايف في مكان في خريطة وشك أصلا عشان أشخبط فيه. بس الست أسمى ريداني لا مؤاخذة. اسمع يا غلوش، عشان نقفل باب الأخذ والعطا في الموضوع ده، الكلام اللي يقول أخويا المعلم يمشي على رقبتي، أكسر كلمته وأقول ريداه في حالة واحدة ملهاش تاني، إنك تستقيم وترجع تاكلها بالحلال وتفكك من السكة الحرام اللي أنت ماشي فيها. غير كده البنات ملو الحارة. أمين؟ حلال؟ وناكل منين؟ راعي قهوة أبوك، والجنيه الحلال مبروك وبيقضي. أوه قهوة أبويا، قهوة أبويا، قهوة أبويا اللي جاي رايح فيها. وبعدين أنا خلاص إيدي خدت على الفانتازا ولا مؤاخذة. خلاص إيدك خدت على الفانتازا ولا مؤاخذة، فانتز براحتك فانتوزاتك، بس انسى النسب. أوه. يلا بابا. ماشي، دينا كلام على روق أم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام يا فانتوز. مفيش كلام يا فانتوز، خدت على الفانتازا. فكك منه يا أم حسن، امسكي مصروف الشهر اهو. خلي فلوسك معاك يا ابني، يوم المرحوم وانت شايلنا على كتافك. بس خلاص الدنيا مبقتش هي الدنيا، واللي كان بيكفي بيتين يا دوبك يسد بيت واحد، والمرتب اللي أسمى بتاخده من الدكتورة زمزم ساترنا ومكفينا الحمد لله. الحمد لله، بس مرتب أسمى لأسمى تصرفه على نفسها تحوشه وأنا ماليش فيه، إنما أنتي في رقبتي لغاية آخر يوم في عمري. عايزاني أعمل إيه بقى يوم الموقف العظيم أما أقابله؟ أقول له إن أنا ما رعيتش الأمانة اللي أنت كلفتني بيها؟ مسك يا أم حسن. يسترك دنيا ودين ليوم الموقف العظيم يا معلم يا ابن نبيه. أمين يا حبيبتي، أمين يا سيدة الكل. يلا تعالى أشيل عنك وأوصلك الصيدلولة. تسلم. يلا بينا. على إذنك يا أم. هعمل زلابية النهاردة للواد حسن، نفسه فيها. ابقى تعالى بقى كلها معاه واتفرجوا على التلفزيون زي ما بتعملوا كل مرة. حاضر إن شاء الله. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.